يا هلا مرحبا فيكم شباب في حلقه جديده. اليوم راح نتكلم عن اول خطوات اللي لازم تسويها اذا قاعد تشتغل في برنامج برو تولز واذا كانت هذه بدايتك مع برنامج Pro Tools طبعا لما افتح البرنامج بيكون صاير بهالطريقه يمكن شويه تختلف عندك القائمه على حسب المنيو اللي انت مختاره في التمبلتس هنا ولكن بشكل عام راح تكون الشاشه الاولى بهاي الشكل. فاحنا اول شيء بنسويه بنضغط كنسل هنا على ان احنا لازم نختار شيء اسمه البلاي باك انجن هاي البلاي باك انجن هي اللي بتحدد لنا شنو الصوت او من وين راح يكون مصدر الصوت اللي طالع في الكمبيوتر لازم من خلالها نحدد كرت الصوت اللي احنا راح نستخدمه وعشان نتاكد من هاي الشغله بروح هني في السيت اب واضغط على بلاي باك انجن وراح تنفتح لي هذه القائمه تحت ديفايس هني في عندي بلاي باك انجن اضغط عليها واختار شنو كرت الصوت اللي انا قاعد استخدمه يمكن قاعد استخدم يونيفرسال اوديو قاعد تستخدم بريسونس انا في هاي الحاله قاعد استخدم اللي هو الفوكس رايت ثاندر بولت واللي هو كرت الصوت الفوكس رايت right اللي هو 8 بري اكس اللي عندي بعد ما اختار كرت الصوت اني تحت هني حق السيتنجز مال البفر في هاي السيتنجز بشكل عام خلي عندك القاعده ان اذا بغيت تسجل او في حزه التسجيل يكون البفر قليل وفي حزه الميكسينج او الماسترينج يكون البفر كبير فحزه ما انا بسجل راح اختار مثلا 128 سامبلز وهاي تشوفها انه هو مساحه مناسبه حق مرحلة التسجيل ما راح يكون عندي أي نوع من الديلي في وقت ما أنا قاعد أقول الجملة مثلا وأسمع الصوت يرجع لي من الكمبيوتر هذا معنات البفر سايز الخطوة اللي بعدها هو أن أنا أفتح السيشن وعشان أفتح السيشن أبيب نفس المنيو اللي انفتحت لي قبل شوي أروح على فايل وأضغط create new بتنفتح لي نفس هذه الشاشة طبعا أساس أن أنا أختار شنو السامبل ريت مالي مال السيشن هذا بختاره هني يمكن يكون 44 أو 48 عادة انا احب اخلي 48 وفي سكشن الاي او سيتنجز هنا اذا هاي كانت اول مره اشغل في برنامج دائما اختار يكون ستيريو ميكس ستيريو ميكس بيضمن لي انه هو اضبط طريقه اللي راح تشتغل على اغلب كروت الصوت اللي موجوده في السوق بيت Depth هنا انا اخليه عاده 24 بت ويهني اقول اذا انا ابي هاي سيشن فاضي ما في اي شيء او اذا ابي من templates من التمبلتس اللي موجودين من ضمن بروتوز نفسه عاده هو يجي معاهم تمبلتس بس اساس يكون الموضوع سهل علينا اليوم ما راح نختار انه يكون من تمبلت بنسوي له انشيك وبنختار ان السيشن يكون فاضي ني طبعا هني نعطي اسم حق هاي السيشن نقول له مثلا فيرست سيشن الحين اول ما ينفتح عندي السيشن يا شباب راح تشوفون الشاشه بهاي الطريقه ما فيها ولا شيء ما فيها اي نوع من التراكات فلازم اول شيء نسوي ان احنا نبتدي نسوي كرييت حق هاي التراكات بانواعها المختلفه طبعا نوع التراكات راح يختلف بحسب العمل اللي انا قاعد أبي اشتغل عليه. اذا كان العمل من نوع التعليق الصوتي فانا راح احتاج فقط تراك واحد اللي هو في الفويس اوفر، اذا كان قاعد اشتغل على اغنيه محتاج اكثر من تراك يكون تراك من نوع الاوديو، تراك من نوع الانسترومنت، تراك من نوع الميدي، وتراك من نوع الاوكسلري على اساس انه انا اقدر اضيف الافكتس المختلفه على صوت الغناء. فخلونا الحين بشكل عام نشوف شلون نقدر نضيف هاي التراكات. خلونا نقول مثلا نحن راح نشتغل على اغنيه وابي اسوي تراك في الايقاع على سايب التراك اللي في الايقاع لازم اسوي له امبورت شلون اسوي حق التراك امبورت راح اروح حق الفايل هنا واقول له امبورت اوديو عادة اذا اخترت اوديو فايل نوع مختلف عن نوع التراكات اللي موجوده عندي اللي هو السامبل ريت مثلا ماله مختلف او حتى صيغته مختلفه اذا كان مثلا ام بي 3 او اي اي اف اف بيطلع لي هني اوبشن اسمه Convert طبعا انا شنو بسوي؟ ما ابي اضيف التراك عن طريق الاد لان الاد شنو راح يسوي لي؟ راح ياخذ مجرد مكان التراك هذا اللي موجود فاذا كان هذا التراك مو موجود في نفس الفولدر مال البروتولز اللي انا قاعد اشتغل فيه وتمحى بالغلط التراك هذا بعدين ما راح يبين عندي داخل السيشن فافضل طريقه ان انا اسوي كوبي حق التراك او Convert اذا كانت صيغه مختلفه بقول له كوبي الحين بالفايل بهني بهاي الطريقه واقول له اوبن. بيقول لي الحين وين تبي تختار ان هاي الفايل ينحفظ في السيشن عندي اوتوماتيكلي هو راح ياخذ الاوديو فايلز فولدر مال البرو تولز فمجرد اقول له اوبن. الحين راح يسالني وين تبي اجيب هاي التراك؟ هل تبي يكون من بدايه السيشن؟ هل تبي يكون من مكان معين؟ اختار مثلا سيلكشن معين او هو يكون في مكان محدد اعطيه التايم كود المعين او البيت رقم البيت المعين في التراك وهو راح يسوي لي امبورت. خلينا نقول حق هاي المثال ان انا بسوي له امبورت من السيشن ستارت يعني من بدايه السيشن ابي هاي التراك يكون موجود واقول له اوكي كذي هو راح الحين جاب لي التراك وحطه لي في بدايه السيشن الخطوه اللي بعدها هي ان انا لازم اخذ السرعه مالت التراك هذه واطابقها بالسرعه مالت السيشن نفسه لو تلاحظون فوق هنا عندي رقم وفي نوع العلامه الحمراء هنا هاي الرقم هو رقم السرعه حاليا هي 120 ولكن التراك اللي انا سويت له امبورت لو تلاحظون من اسم التراك في رقم 73 او 73 هذه هي سرعه التراك نفسه اذا ابي اطابق سرعه السيشن مع سرعه التراك كل اللي علي اسويه ان انا اروح حق العلامه الحمراء هنا واسوي دبل كليك عليها بيطلع لي مكتوب تمبو تشينج اختار السرعه هنا واقول له 73 واقول له اوكي الحين هو غير سرعه السيشن فصارت كل التراكات اللي عندي في السيشن ماشيه على سرعه 73 ولكن لو تلاحظون ان الفايل غير مطابق حق الخطوط اللي موجوده هنا اللي هو اللي جريد الجريد اللي هو الخطوط اللي موجوده اللي تبين لي الوحده الزمنيه حق السيشن نفسه كل واحد من هاي المربعات المسافه ما بين مربع مربع هي وحده زمنيه مختلفه حاليا الوحده الزمنيه اللي معتمد عليها في السيشن هذا هي وحده المينتس والسكندز اللي هي الدقائق والثواني وهي طبعا راح يخلي الموضوع ان احنا نسوي كل شيء سينك او ان كل شيء ماشي بسرعه واحده موضوع صعب جدا فلازم احول وحده قياس السيشن من مينتس الى بارز شلون اغير وحده الزمن بكل بساطه أي فوق هنا عند هاي الرقم اللي موجود وضغط على السهم الصغير اللي صوبه حاليا مثل ما قلت لكم هو مختار مينت وسكندز ابي احوله الى بارز وبيتس اول ما احوله الى بارز وبيتس بنلاحظ ان السيشن صار بالضبط مطابق لسرعه التراك اللي موجود عندنا هنا يعني حتى انه هو ينتهي في رقم خمسة وبكل سهولة أقدر أسوي له دوبليكيت على أنه هو يعيد نفسه ورا بعض يعني لو سوينا الحين دوبليكيت أو نسخة من هذه الملف الصوتي بعد هذا الملف ممكن أنا أسوي سلكت حقه وأضغط كنترول أو كوماند ودي فأوتوماتيكلي سوى من الريجن هذه نسخة ثانية حطى إياها بعد هاي التراك خلينا نمحيها الحين هذه الخطوه اللي بعدها يا شباب هي ان انا اسوي تراك من نوع الاوديو على اساس ان انا اقدر اسجل السيجنال او الاشاره القادمه من الميكروفون اللي انا قاعد استخدمه وعشان اسوي هاي النوع من التراكات اروح مره ثانيه ايضا حق تراك في القائمه اللي عندي فوق واقول له نيو واقول له كرييت مونو لان عاده الميكروفون يكون مونو وليس ستيريو لان عندي مصدر واحد للصوت اللي هو صوت الفم والمصدر اللي يلتقط الصوت هو الميكروفون وهو عباره عن قناه واحده او اللي هي مونو فاقول له مونو اوديو تراك واسميه هنا مثلا فويس واقول له انتر سوى لي التراك الثاني هو فويس الحين مثل ما انتم شايفين تحت ممكن انا اعيد ترتيب التراكات بحسب الطريقه اللي انا أبيها. نقول مثلا ابي يكون فوق اسوي له مجرد دراج ودروب كذي راح يجيب التراك فوق هنا الحين لازم نتاكد ان برو تولز قاعد يسمع الصوت القادم من الميكروفون نشوف هنا تحت الاي او او اللي هي الانبوت والاوتبوت نضغط على اول واحد يبين لي انواع الانبوت المختلفه في كرت الصوت اللي موجود عندي. هاي كرت الصوت فيه ثمانيه انواع من الانبوت او ثمانيه مداخل للصوت وانا موصل الميكروفون في انبوت نمبر 1 فاختار انبوت نمبر 1 بخلي طبعا الصوت ميوت على اساس انه ما يصير مضاعف او يصير الصوت مزدوج لان انا قاعد اسجل الحلقه وفي نفس الوقت قاعد اسجل من برو تولز فبخلي ميوت الحين حاليا بس اذا انت قاعد تستخدمه بالطريقه العاديه ما يحتاج تسوي ميوت عشان تقدر انك انت تسمع الصوت القادم من الميكروفون او من انبوت نمبر 1 اذا ضغطت الحين على ريكورد انيبل بشوف ان السيجنال او الصوت قاعد يجي بشكل طبيعي جدا بتلاحظون في الميكس ويندو هنا او في الايديت ويندو في سيجنال قاعد يجي بشكل طبيعي تشيك 1 تشيك تشيك 1 2 تشيك 1 2 الحين تاكدنا ان الصوت داخل برو تولز بالشكل الصحيح. اذا تبي تتحكم في مستوى الصوت قبل لا يدخل برو تولز بتسوي هاي الشغله عن طريق كرت الصوت مباشره، عن طريق النوبز اللي موجود قدام كرت الصوت. تحدد الفوليوم وتغير السيتنجز مال الصوت على اساس انه ما يكون في اي نوع من الديستورشن لانه اذا كان في ديستورشن بيكون جدا صعب ان احنا نصلحه او نشيله بعد ما ننتهي من عمليه التسجيل. انزين، اذا انا حاب اني اركب نوع من الريفرب او نوع من الديلي على الصوت. طبعا تعرفون اذا واحد راح يغني يحب يسمع صوت الريفرب داخل التسجيل وهو قاعد يسجل فعشان اقدر انا استخدم الريفرب كبلجن على الصوت اللي انا ابي لازم اسوي تراك جديد من نوع اوكسيلري تراك وعشان اسوي هالتراك طبعا بستخدم الحين الشورت كات مال الكيبورد اللي هي شيفت كنترول او شيفت Command وحرف ال n. بتفتح لي نفس القائمه اللي هي مالت النيو تراكس هني اقول له يسوي لي تراك واحد نوع ستيريو لأنه طبعا صار الصوت راح يكون نوع ستيريو والتايب مال التراك راح يكون اوكسيلوري انبوت وهني راح اسميه فيرب او ريفرب سوالي الحين تراك لونه اخضر ونوعه هو من نوع الأوكزيلوري الحين انا اقدر اني اركب البلجن على هاي الاوكسيلوري تراك عشان هو يودي الصوت اللي طالع منه اللي هو الصوت اللي بيكون فيه ريفرب الى السماعات الخارجيه اللي انا قاعد استخدمها عشان اضيف هاي النوع من البلجنز لازم اضيفها كانسرت على التراك نفسه طبعا الانسرت على التراك نفسه الحين مو باينه شلون ابينها اي فوق عندي في القائمه اللي على يعني اليسار صار موجوده هنا اللي هي السلكتر اديت ويندو فيو سلكتر اضغط عليها بيطلعون لي هاي الخيارات فاختار Inserts A تو زد واختار سندز A تو اي e. يابلي اياهم الحين بهاي الطريقه اروح الحين على الانسرت مال الريفرب واختار اول واحد وندور تحت ريفرب شوف ان عندنا بستخدم مثلا الديفرب هاي اللي هو الستوك بلجن اللي موجود في برو تولز ولكن صوته جدا جدا رائع اسوي طبعا السيتنجز اللي انا بيها اختار نوع الريفرب اللي ابي اسجله وبعد ما اسوي هاي كلها اروح حق الفويس تراك هنا واروح حق السند واختار تراك واضغط فيرب اوتوماتيكلي الحين سوى لي حق السيجنال او غير لي طريقة القناة اللي موجودة وخلى الريفيرب على التراك مال الصوت. طبعا راح يطلع لي الفيدر بهاي الشكل ومن خلاله اقدر اضيف كمية الريفيرب اللي انا ابي اضيفها على الصوت. عادة يكون المستوى ما بين 20 ل 15 هو مستوى مناسب ولكن طبعا على حسب مزاجك انت كم مقدار الريفيرب اللي تبي تضيفه. في نوع اخر من التراكات اللي لازم يكون موجود في كل نوع من السيشنز اللي قاعد تشتغل عليها. هذا النوع اسمه ماستر فيدر. عشان نضيف تراك الماستر فيدر بفتح لي ايضا مره ثانيه شيفت تو اوبشن او شيفت تو كنترول وحرف ال N بتبطل لي نفس الدايلوج اللي كان موجود وهالمره راح اختار ستيريو ماستر فيدر واقول له كرييت صار الحين الماستر فيدر موجود عندي هنا هاي الماستر فيدر هو اللي راح اعتمد عليه في معرفه مستوى الصوت للعمل بشكل كامل الحين يا جماعه السيشن صار جاهز للتسجيل خطوه اخيره بس لازم نتاكد منها وهي التاكد من مستوى الصوت اللي قاعد يسمعه بروتوز مقدار الصوت اللي رايح الى داخل بروتوز لان مثل ما قلت لكم اذا كان الصوت مستوى جدا عالي وقاعد يعطينا ديستورشن بيكون جدا صعب ان احنا نعدله فمن البدايه اتاكد اذا كان مستوى الصوت مناسب او لا وعشان اتاكد اضغط مره ثانيه على الريكورد هنا بتلاقون ان مستوى الصوت واصل الى مكان معين وعادة المكان اللي انت تبيه يكون مستوى الصوت واصل اليه لازم اتاكد انه مستوى الصوت يكون ما بين ماينس 8 الى 12 وهذه المساحه هي مساحه جيده. الحين تلاقون ان عندي السيجنال هني صاير شويه عالية اقدر انا قصره او اني ابعد شويه على الميكروفون، في ثلاث طرق ممكن انك انت تعدل فيها مستوى الصوت اللي راح لبرو الطريقه الاولى هي انك انت تعدل الجين مستوى الجين اللي موجود في كارت الصوت ان الاشاره مستواها ما يكون وايد عالي فتقصر منها من اول مكان تحط فيه المايكروفون او انك انت تبعد او تقرب من المايكروفون نفسه او اذا كنت قاعد تستخدم اله موسيقيه تقصر على صوت الاله الموسيقيه نفسها قبل ما يروح الصوت تولز فنلاحظ حين ان مستوى الصوت عندي صاير اوكي كل اللي علي اسويه هو اني انا اضغط على زر التسجيل اذا كان التسجيل مو واضح عندي هنا ممكن اروح حق الويندو واقول له ترانسبورت راح يطلع لي هذا الترانسبورت هنا كل اللي علي اسويه هو ان انا اضغط تسجيل واضغط بلاي ويكون هاي الريكورد شغال وابتدي تسجيل بشكل طبيعي هذه يا جماعه كانت نظره سريعه على كيفيه البدء باستخدام برنامج برو تولز اذا حاب تعرف تفاصيل اكثر راح اخلي رابط لدوره اسرار المكس في وصف هذا الفيديو لا تنسوا مره ثانيه تعطونا زر اللايك وتشتركون في القناه وتشاركونا مع جميع اصدقائكم حول العالم اتمنى لكم دوام الصحه والسعاده واشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه